على سلامتك كاس الترافاي. الله يسلمك. ايوا راه شنو قايل؟ واش داك الشيء؟ طحت اودي انا. واش تحت؟ شنو حسبت؟ فوقاش واش منين نرجع دابا؟ منين رجعت ولا منين؟ السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني ما ندوش على عمكم تترافاي، راعي مسكين. عاد مشيتي بكري في الفجر وداك الساعة؟ مشيت اخوتي انا مع الفجر، وديت ديك النعيجات ديالي ديتهم السرح اخوتي للجبل. راه دابا هاد الوقت هادي راه سخونة، ومشيت اخوتي دوزو عليا واحد التمرة كيتخلعو ليا في الطريق، ومشيت نرجعت اخوتي وطحت شوية، درني هاد الرجل هادا هاو كضحك عليا خالتكم ماما. عاد لبستي السبرديلة، كضحكت عليا. عاد لبستي السبرديلة عاد السبرديلة، ولا اني مشيت تزلقات بيا السبرديلة، ها المشكل. ها راه صعب الطريق مع الحجر اخوتي، راه الجبال راكم عارفين الجبال، شحال عندنا شي شانطي ولا؟ احنا في مع الطريق ديال الرجل. صعيب داك الطريق، صعيب صعيب. اخوتي اش غادي نقول لكم؟ شوف خبز صعيب اخوتي. وحيد عليك داك الساك، حيد داك الساك وجلس. الساكات ديالي ديت معايا اميها، ديت معايا الخبيزه. واش لقيتي بعدا شي حليب عند السراح؟ واش لقيت؟ ايه والو. لقيت نعام كيموتو تما. علاش كيموتو تما؟ علاش؟ شنو؟ راه ما كاين ما ياكلو. هو ما كاين ما ياكلو. راه الصابه في الجبل، داكشي حرتو الناس، راه يباس اخوتي، راه كلشي يباس. غنطلبو الله سبحانه وتعالى الرحمه، صافي ما كلشي يباس اخوتي، واحد الجفاف واحد الجفاف كثير. بلاتي ست. مالتي عاود شبعتي عليا ضحك. بلاتي نشوف هاد الشيء. ايوا علاش ما واش ما عطاكش شي حليب ولا؟ ما كاينش الحليب. قلت لك النعاس كيموت وانت كتقول لي راه كديتي انت. ما كاين لا ربيع لا والو. ما كاين والو، مساكين يلاه كيدوزوا ليامات تما صافي. هاي. لقى واحد النعجه لقيتها تما فوق المحل، راه ميته فيه. ما كاين والو، حنا نطلبوا. ايوا ميته. والله الا ميته. ولا والو. لاحوها تما، راه ما كاينش، راه الموت. في الجوع ولا؟ انا ما عرفتوش، مريضه واقيله. واقيله مريضه، وما مريضه. واخا الاخرين كاينين، وانا اني جفاف. يا فين ديتي عاد ديالك؟ ايوا خليه. شتي داكشي داك الزرع اللي حرتو الناس؟ راه ولا كيبس. ما كاينش. كاينين كاع اللي يبسوا، كاينين اللي مازالين شي شويه، ولكن كلشي يبس، كلشي غادي يمشي. ما ضربش الشتا هذاك اليوم البارح. نطلب الله سبحانه وتعالى، نطلب الله الرحمه من عنده. هادشي اللي كان كسب اخوتي ما لقد ما تاكل. الاخر الصبا راه يبسات، ونطلب الله السلام. يا امين يا ربي، يا ربي رحمنا، يا ربي رحمنا، يا ربي رحمنا. دابا راه وقت، ودابا وقت الحصاد، واخا طيح الشتا راه ما غاديش تطلع. دابا راه لعط الله عطاه، ولاني الرحمه ديال الله موجوده. ها القريعه ديتها معايا. ايوا قلت الواشوتي واشوتي راه عميت ونقصو، انا غادي نمشي للواد، قلت مع عميت ونقصو. ما كاينينش. درتي ليا راه كاينينش. كليت شي شويه. والبيضات. ودوك البيضات اللي كليت شويه د الخبز. وعلاش ما مشيتيش لهذا؟ الجاكيطة هادي سخونه عليا ودرتها تمايا هاهي. ولقيت في المحل من حرت اخوتي، خليت تما هاد القرعه هادي عامره. شوف خليت تما، علاش؟ بلاتي سبحان الله العظيم، ياك انت هادي اللي عطيتي لي. اييه هذاك الشيء اللي شوف، عمرت تما واحد سته البواده في المحل، وانا وعمرت هادي وخليتها تما منين ساليت الحرت وجيت بحالي. قلت ربما منين نجي نلقى ما نشرب. اخوتي انا قلت شحال هادي دابا؟ تكون 3 شهور هادي. عندك شهر 12، شهر 1، شهر 2، شهر 3، شهر 4، والله اخوتي الى 5 شهور. لا الا عرفتي بغيت ندوق منها نشوف، ذقت منها بحالي الا سقيتيهم من العين. سبحان الله العظيم. باردي. والله هي واش دابا؟ عندك شهر 12 و1 و2 وثلاثة، هالربعة دابا، ودابا 5 هادي. زوينة داك القرعة، زوينة بزاف بزاف.
ست شهور يلاه ما بقى ليها والو شي 6 ايام ولا هذاك القرعه زوينه بزاف ما شاء تقول الله. اخوتي بحال الا سقيتيهم دابا نيت ايوا داك الماء اللي لو كان غير هادي ما دير ليا والو. ونسيت لك الفيار راهم يلبسوا والعين داك العين ديالي غير وصلتو ما فيه والو واحد البير كان هي الفوق هذاك هو البير اللي مزيان داك البير اللي دار الحاج عبد الله واه مزيان وقالوا لي هذوك السراح الله عمرك فيه الماء واش فيه الماء قالوا لو كان ما دارش داك البير ما نلقاو ما نشربو واش صوبوا هذاك السقيات قالوا لي ما نلقاو ما نشربو وما تلقى يكسب ما تشرب ما قلت لك كاع الناس قالوا لي ما نلقاو ما نشربو والكسبة ما تلقى ما تشرب قال لك لو كان ما دارش هو هذا البير هذا قال لك صافي ما كاين والو الاخرين دوك البير الاخرين والو قليل فيهم كل واحد شاد البير ديالو دابا الماء قليل صافي هذاك البير اللي دار انتما اخوتي خوتاتي ها الغدا ها الغدا اللي قالت لي اخاتي ما وجدتو لك ما تحسب ليا كانت من فوقاش تحط واحد جوج دجاجات هنا في الطبسيل حطات لي اخوتي الفول مقلي هذا الفول هذا مقلي وحطت لي جلبانه وبطاطا حسب لي انا تحط لي واحد الدجاجه هنا محمره علاش علاش دجاج محمره سقسو ايوا شنو راه شديت الجبوله طلعت مع الجبوله وجيت عاود مع الجبوله جري ما تجري ودير ما دير وما ايوا مع الجبوله ما ليش واحد الدجاجه بلديه اللي هي الذبح ما عندهاش بزاف عندها غير شي شويه غير كيبيضوا البيض وصافي غير ثلاثه الدجاجات اللي عندها راه ثلاثه البحريه الوحده تبقاو جوج شوف تبقاو جوج بغينا يولدوا البيض على دابا الا جا شي واحد باش نبقى نديروا البيض غير كتقول لي الواشوتي واشوتي خوتنا خواتاتنا دابا انت الله في عيد واي وانت عزيز عليا هاي 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 الدجاج المحمر لا 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 شوف شوف ما تاتا شوف تاتا راه صحيه وهذا وجلبان في الجنان بطاطا في الجنان علاش نشريو علاش نشريو اخو اخوتنا اخواتنا وصحاباتنا علاش نشري هذا الشيء اللي عطى الله وانو قبلنا من نسمع اخوتنا اخواتنا الغدا وجدي ليا تحسب لهم هذا الشيء اللي كاين مالك الفول هذا الفول مقلي مالك الفول مقلي ها بطاطا وهذا وجلبان وهذا والخبيبيزات الخبيبيزات ديال 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 دي 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 القمح ها الحمد لله والحمد لله اخوتي باغي نضحكوا شويه هذا الشيء صحي يا عم نقصوا بغيت نضحك معاها شويه وحنا اخوتي خواتاتي الحمد لله على ما قسم الله الحمد لله هذه بركه من عند الله شوف اللحم اللحم ما تكثرش من اللحم شو ما تكثرش لا غير كنضحك معاه وما كنكثرش اخوتي من اللحم الحمد لله انسان الا الخبز الا لقى الخبز اخوتي اللي لقى الخبز راه يحمد الله ويشكر الخبز هو الاول والماء اييه الخبز والماء الماء وهذا داك الشيء الاخر غير اللي جاب الله ياكل الانسان اخوتي حنا غير كنضحكوا شويه باغي نفاجئوا شويه حنا عيينا وجينا من الجبل وباغي نحيدوا شويه العيا راكم عارفين الا ما ضحكش الانسان وقال شي هضره باش يضحك راه العيا ما غاديش يتحيد ولكن كنفاجئوا شويه على راسنا اخوتي باش نحيدوا العيا وهذا الشيء اللي ايوا هذا الشيء اللي كاين نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب العالمين امين يا ربي يلا قول قول واشوتي واشوتي هاي 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 شوف قال لي عمت ونقصو الى علاش ما وجدتيش الدجاج ديال الدجاج شوف شوف غتقول لكم خلكم وما عنديش دجاجه بزاف راه عندي غير ثلاثه دجاجات اربعه دجاجات عندي ثلاثه دجاجات وواحد الفروش صافي هذا الشيء اللي كاين وحده كلاها هذا ثعلب ثعلب ولا ثعلب ثعلب ايوا هذا هذاك الشيء اللي كاين كياكلنا الدجاج كياكلون لي غير راه ثعلب اخوتي راه شياطين هنا عندنا هاي 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 ما كاينش اللي غادي يقتلهم والو 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 ما كاينش اللي غادي يقتلهم راه ولدو هنا والو دابا شوف دابا سمحت لك سمحت لك خلف لي هاد الغدا تا
تهلا فيا شي مره ديري واحد غدا يكون مزيان عاوتاني. هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الحمد لله اخوتي الخير هنا اخوتي الخير موجود تبارك الله. كما قلت لكم اخوتي الحمد لله حنا كان خصنا نفاجئوا شويه على روسنا اخوتي وهذا الشيء خير موجود الحمد لله. ونفاجئوا عليكم حتى انتم وتفاجئوا علينا اخوتي ان شاء الله. الحمد لله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو قصير. ايوا نتمنى يعجبكم اخواتي اصحاباتي الوشوات وشوتين نتمنى يعجبكم اللي داخل الوطن اللي خارج الوطن حتى خوتنا الجزائر كنقدم لكم تحياتي. خالتكم ماما كتقدم لكم تحياتي. الدول الخارج فين ما كاينين داخل الوطن وخارج الوطن فين ما كاينين اللي داخل الوطن واللي خارج الوطن ايوا يلا ديروا ابي ابوني الوشوتي وشوتي لا ما ديروش عندكم غير كتقول لكم اخواتكم اللي بغاو اللي بغاو اللي بغاو اللي بغاو غير اخوتي تبارك الله عليكم الله يحفظكم عاونونا اخوتي عاونونا تبارك الله عليكم الله يعطيكم ما كتمنى والله يعطيكم ما كتمنى والله يستر عليكم الله يحفظكم الوشوتي وشوتي المتابعين ديالنا وهذا العزاز ديالنا والمحبين ديالنا يا الله يتمنى يعجبكم هذا الغدا اللي درت له السترافاي